السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر رضا محمد من قناة ماي انجلش تايم. ان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض امتحان على الوحدة الاولى للصف السادس الابتدائي. طبعا زي ما احنا عارفين كده ان اول سؤالين عندنا في الامتحان بيكونوا اسئلة ايه؟ اسئلة listening. تعالوا كده مع بعض نبدأ بسؤال نمبر 1 listen and circle. الناس اللي بتعرفش تحل السؤال ده لحد دلوقتي او مش عارفة هو بيتحل ازاي، هوضحه لك بشكل سريع. في نمبر 1 ونمبر 2 بيجيب لك في كل واحدة اجابتين، المدرس بيقرأ لك السؤال وبيقرأ لك ايه الاجابة بتاعته، فانت بتشوف الاجابة اللي قرأها اي واحدة في الاثنين A او B وبتعمل عليها ايه دايرة. طيب بالنسبة لـ 3 و 4 بيجيب لك في كل واحدة سؤالين، برضو نفس الكلام، المستر بتاعك بيقرأ لك سؤال واجابة وانت بتشوف السؤال اللي قرأه وبتعمل عليها ايه، عليه دايرة. تعالوا كده نجرب يلا مع بعض. عندنا مثلا يا اولاد اللي هو نمبر 1 بيقول Who invented the sandwich؟ John Montagu invented the sandwich. تاني Who invented the sandwich? John Montagu invented the sandwich. يبقى معنى كده يا أولاد هو قرأ الإجابة اللي هي إيه؟ B اللي بتقول John Montagu invented the sandwich. Number 2 Where were you yesterday? At the grocery store. Where were you yesterday? At the grocery store. يبقى معنى كده برضه هو قرأ إيه الإجابة اللي هي B. تعالى نشوف number 3 How much does it cost for adults? It costs 20 pounds. Again, Mauritania. How much does it cost for adults? It costs 20 pounds. يبقى معنى كده هو قرأ السؤال اللي بينتهي بكلمة ايه؟ اللي بينتهي بكلمة ايه؟ adults. ودايما تركز في الإجابة على آخر ايه؟ على آخر جزء فيها. هو ده اللي بيحدد لك. طيب, number 4. Was there a library near your school? Yes. There was. Again. Was there a library near your school? Yes, there was. يبقى معنى كده هو قرأ السؤال اللي فيه كلمة library. يبقى معنى كده اللي هو A. طيب تعال بقى مع بعض كده نحل السؤال الليسنج اللي هو number 2. محادثة ما بين علي وعادل. فعلي بيقول لعادل ايه؟ Hi, where are you going tonight? تروح فين الليلة دي؟ Hi, I am going to the power parts shop. I am going to the power parts shop. يبقى الكلمة اللي ناقصة يا أولاد، الكلمة اللي ناقصة يا مستر هي كلمة power parts اللي هي كلها على بعضها power parts shop يعني محل الحلاقة. Number 2 علي بيقول له إيه؟ Why are you going there? Why are you going there? يبقى اللي ناقص اللي هي you، ضمير you بيقول له انت ليه رايح هناك، ليه هتذهب لهناك؟ قال له because I need a haircut، عاوز احلق شعري. اللي هو علي قال له ايه بقى في number 3؟ قال له what are his hours، what are his hours يعني ما ساعات العمل لديه. يبقى الكلمه اللي ناقصه اللي هي كلمه hours. فعادل رد قال له he's open from 10 a.m. to 9 p.m. he's open from 10 a.m. to 9 p.m. يبقى اللي ناقص هنا اللي هو حرف الجر 2. تعالوا كده نشوف باقي أسئلة الامتحان. سؤال number 3 choose the correct answer from A, B, C, or D. Number 1 طبعا عشان تستفيد بقى في الأسئلة اللي متبقية في الامتحان وقف الفيديو وحل السؤال وبعد كده شوف الإجابات اللي انت حلتها مطابقة للإجابات اللي انا حلها ولا لا. في number 1 بيقول لي invented ice cream. يا ترى ايه اللي بيجي قبل كلمة invented عشان يسأل على الشخص اللي بيصنع او اللي اخترع الايس كريم؟ what ولا when ولا who ولا where؟ طبعا هنا انت مطالب ان انت تكون عارف كلمات الاستفهام، ولكن كلمة الاستفهام يا اولاد اللي بنسأل بيها عن الشخص العاقل هي كلمة ايه؟ who. يبقى السؤال اللي بنعرف بيه الشخص اللي اخترع الشيء بنقول who invented وبعدها اسم الشيء اللي اخترعه، who invented. طيب number 2 In the museum في المتحف children under 5 can get in 4 يعني في المتحف الأطفال اللي تحت 5 سنين بيقدروا يدخلوا بشكل ايه المتحف يعني؟ cost fine food free. لا هي المفروض ان هما بيدخلوا بشكل ايه؟ بشكل مجاني او بالمجان. طيب number 3 will we وبعد كده open daily. open دي جايه هنا كان adjective كصفه، والصفات زي ما احنا عارفين بتسبق او بيأتي قبلها verb to be اللي هو عبارة عن am او is او are او was او where.
يبقى معنى كده انا هستخدم يا اما is يا are. تيجي بقى للفاعل بتاعك اللي هو we، شوف بقى بياخد is ولا are. لا ده بياخد ايه؟ بياخد are. يبقى we are open daily، يعني احنا بنبقى فاتحين يوميا. نيجي بعد كده لي question number 4، بيقول we go to بعد كده to learn. to learn ديت او learn تحديدا هي اللي تحل لك السؤال لو انت عارف، وlearn معناها يتعلم، يبقى احنا بنذهب لفين عشان نتعلم؟ لترين ستيشن، للهوتيل، للبوست اوفيس، لسكول. اكيد طبعا بنذهب للسكول عشان نتعلم. نمبر 5، you can find a lot flavors. ايه اللي بتيجي او ايه حرف الجر اللي بيجي كماله لكلمه a lot؟ وكنا واخدينه في الكلمات اللي هي of ولا on ولا at ولا in. طبعا لو انت مذاكر الكلمات الواحده كويس هتبقى عارف ان هي اسمها ايه. a lot of يعني كثير من. نمبر 6، بيقول I can borrow، وبورو هنا يا اولادي يعني يستلف او يستعير. بيقول ايه؟ I can borrow and read books at the، بقرا الكتب وبستعيرها وبستلفها منين؟ من library، من hospital، من station، من الشوب. طبعا بنقرا وبنستلف الكتب من library. طيب نمبر 7، was there a bridge near your school؟ was there a bridge near your school يعني هل يوجد كوبري بالقرب من المدرسه بتاعتك؟ طبعا السؤال هنا بادئ بايه؟ بادئ بواز، يبقى اكيد انت هتقول لي yes there was. yes there was. number 8، my best is vanilla. طيب يا ترى الفانيلا ديت هي ايه؟ flavor، kind، color، size. لا الفانيلا، الشوكليت، الحاجات دي كلها بتبقى نكهات للايس كريم. نيجي بعد كده لي question number 4 اللي هو بعنوان circle the odd word and replace it with a correct one. number 1، bank، library، theater، open. هتلاحظ ان هو جايب لك 3 places، 3 اماكن، ومعهم ايه؟ open اللي هي تنفع كفعل وتنفع كايه؟ كصفة. يبقى هنشيل open وهنحط احنا اي ايه؟ اي مكان من الاماكن اللي احنا حافظينها. وليكن مثلا ممكن احط كلمة ايه؟ park. واحد ممكن يقول انا احط barber's shop. واحد ممكن يحط سينما وهكذا. المهم ان انت تكون حافظ الاسبيلنج بتاعها كويس جدا. ولو شاكك ان الكلمة مش مظبوطة ضيف كمان كلمة، يعني ممكن تحط كلمتين. في نمبر 2 هنا جايب لي ايه؟ دكتور وباربر وجروسري وتيتشر، وجايب لي واضح كده ان هو جايب لي 3 اشخاص او 3 وظائف اللي هو الدكتور، الحلاق، والمدرس، وجايب لي معايا كلمة ايه؟ جروسري. يبقى احنا هنشيل كلمة جروسري وهنضيف وظيفة من الوظائف. واحد يقول لي مثلا ممكن احط فيت اللي هو الطبيب البيطري، واحد ممكن يحط نيرس اللي هي الممرضة وهكذا. طيب نمبر 3 جايب شو اللي هي معناها يعرض او عرض، يعني تنفع اسم وتنفع فعل، وجايب لي هوتيل، وجايب لي ترين ستيشن، وجايب لي سكول. يبقى جايب لي برضه نفس الكلام 3 اماكن ومعاها فعل او اسم اللي هو شو. يبقى احنا هنشيل يا اولاد هنا شو وهنضيف مكانها اي مكان من الاماكن اللي احنا حافظينهم. وليكن مثلا واحد ممكن يحط كلمه بانك. طيب في نمبر 4 هنا جايب لي بيسايد حرف جر، كروس يعبر، يبقى هي جايه كفيرب كفعل، نير اللي هو بالقرب من حرف جر، بيهايند خلف حرف جر. يبقى عندنا 3 prepositions 3 حروف جر، وجايب لي معاهم ايه؟ فعل. يبقى احنا هنشيل الفعل اللي هو كروس يعبر ده، وهنضيف حرف جر من الحروف الجر اللي عندنا. طبعا كلمة كروس دي يا اولاد بتفكرك بحرف جر من الحروف اللي كانت جاية في الدرس الثالث في اليونت اللي هي كان اسمها ايه؟ برافو عليكم، اللي كان اسمها across from. واcross from طبعا هنا اللي هي معناها في الجهة المقابلة. across from. نمبر 5 جايب لي جيزة، بالتيمور، نيويورك، وجايب لي كلمة كون اللي هو المخروط او بسكوتة الايس كريم. يبقى معنى كده جايب لي 3 مدن 3 سيتيز، وجايب لي معاه كلمة مختلفة. يبقى احنا نشيل الكون وهنحط اي مدينة من المدن اللي احنا عارفينها، وطبعا ما ننساش ان احنا نحط المدينة بحرف ايه؟ كابت. وواحد ممكن يحط مثلا كلمة ايه؟ كايرو. طيب تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نحل question number 5 اللي هو بيقول read the passage and answer the questions. نقرأ أسئلة القطعة بتاعتنا بعد كده نشوف الأربع أسئلة اللي عليها. القطعة بتقول ستيفن كونر owns an ice cream sandwich shop. يبقى واحد اسمه ستيفن كونر بيمتلك محل لبيع سندوتشات الايس كريم. المحل اسمه يا أولاد بيقول it's called cold sandwiches، اسمه السندوتشات الباردة. طيب
In 1995, he bought his first ice cream churn. اشترى أول ماكينة لصناعة الآيس كريم في سنة 1995. بعد كده بيقول لي he made ice cream at home. أول ما اشتراها كان بيعمل الآيس كريم في البيت بتاعه. Then بعد كده الموضوع اتطور معاه شوية وبقى عنده محل. بيقول لي in 1999 he put an ice cream shop. اشترى بعد كده في السنة ديت محل لبيع الآيس كريم. طيب في الفترة ديت كان في المدينة بتاعته في حاجة بيقول ice cream shops, محلات الآيس كريم were on every block in his town. في مدينته كان في كل عمارة سكنية كان بيوجد محل لبيع الآيس كريم. يعني الموضوع منتشر جدا. صار لذلك بقى هو قرر يعمل حاجة مختلفة. طالما محلات الآيس كريم كتير هو قرر يفتح حاجة مختلفة عنهم. فبقول ايه he decided to sell just ice cream sandwiches at his shop. قرر بقى ما يبيعش آيس كريم وقرر يبيع فقط سندوتشات الآيس كريم في المحل بتاعه. بيقول لي بعد كده the delicious taste اللي هو المذاق او الطعم اللذيذ of ice cream between two cookies is his favorite. طبعا هو كان بيفضل ايه بيفضل طعم ومذاق الآيس كريم ما بين البسكوتين. خلاص هو ده السندوتش يعني كان بيحط الآيس كريم بين بسكوتين وكان بيبيع الحاجات دي. بعد كده بيقول لي he uses ايه بقى استخدم ايه في عمل السندوتشات الايس كريم ديت. استخدم all kinds of ice cream, كل انواع الايس كريم, from chocolate, من الشوكولاته, and strawberry to banana, وكمان بالفراوله والموز. نشوف كده الاسئله بتاعتنا اللي على القطع ونحلها مع بعض. نمبر 1 هنا بيقول ستيفن بوت his first ice cream churn. عاوز يعرف اشترى المكنه بتاع صناعه الايس كريم سنه كام. لو هترجع القطعة بتاعتنا موجودة هي بقول in 1995 he bought his first ice cream A churn, وبالتالي الإجابة الصحيحة أولادها تبقى A. يبقى هنختار اللي هي A in 1995. Number 2 بقولي the delicious اللي هو اللذيذ يا ترى اللذيذ of ice cream between two cookies is Stephen's favorite. هتدور على الجملة دي بالتفصيل أو بالنص كده في القطعة عشان نلاقي الكمالة بتاعتها. هتلاقيها موجودة فين؟ تعالى كده ندور مع بعض. اي يبقى هنا بقول ايه the delicious taste of ice cream يبقى between two cookies is his favorite. يبقى ايه الجزء اللي ناقص يا اولاد اللي هي كلمه ايه اللي هي كلمه taste. يبقى معنى كده هكمل الاجابه بتاعتي واقول the delicious taste يعني المذاق او الطعم اللذيذ. نشوف كده باقي اسئله القطعه. question number 3 بيقول why did Stephen decide to sell just ice cream sandwiches. ليه ستيفن قرر يبيع فقط سندوتشات الايس كريم؟ ايه السبب اللي خلاه يعمل كده؟ نرجع لقطعتنا تاني ونشوف ايه الجزء اللي خلاه يعمل كده. هتلاحظ هنا يا اولاد هنا اللي هو كان بيقول لك ان في كل بيت او في كل عماره سكنيه كان في محل ايس كريم. يعني المحلات الايس كريم كانت كتيره قوي عشان كده هو قرر يفتح حاجه مختلفه. يبقى السبب هيكون ايه من اول هنا كده. هنضيف بس كلمه ايه بيكوز كاجابه للسؤال اللي بادئ بواي وهنقول ايه بيكوز ايس كريم شوبس وير اون every block in his town. لان محلات الايس كريم كانت موجوده في كل عماره سكنيه في مدينته. ده السبب اللي خلاه يفتح حاجه مختلفه ويبيع سندوتشات الايس كريم فقط. سؤال نمبر 4 معانا يا اولاد هنا بيقول what flavors are Stephen's ice cream. يبقى ايه النكهات بتاعه الايس كريم اللي كان بيبيعه ايه ستيفن. لما ترجع ليه القطعه بتاعتك هتلاحظ هنا ان هو كان بيقول he uses يعني استخدم all kinds of ice cream. استخدم كل انواع الايس كريم مش انواع معينه. ده استخدم كل انواع الايس كريم from chocolate and strawberry to banana. اوكي يبقى الاجابه بتاعتنا هتبقى الجزئيه دي he uses all kinds of ice cream from chocolate and strawberry to banana. تعالوا مع بعض دلوقتي هنحل question number 6 السؤال السادس اللي هو بيقول write an email of 7 sentences. طبعا السؤال بتاع الايميل ده سؤال جديد علينا ما خدناهوش قبل كده وانا شرحه على القناه في فيديو منفصل بالتفصيل وبعرفك فيه ازاي تجاوب على السؤال ده بشكل نموذجي وبشكل جميل وهسيب لك كمان الفيديو بتاع الشرح اسفل الفيديو اللي بتتفرج عليه. تعالى كده نشوف ايميل بقى النهارده بيقول ايه. في الايميل بيقول لي write an email to your friend Adel to tell him about your favorite sandwich. هتكتب ايميل الى صديقك عادل يبقى صديقك يكون عادل وبيقول لي عشان تخبره عن الساندوتش المفضل بتاعك. طيب
بعد كده بيعرفني المعلومات بتاعتي اللي هو بيقول لي your name is مجدي، هيكون اسمك مجدي، your email address is magdi@student.com وده الايميل بتاعك، your friend's email address is adil@student.com وده الايميل بتاع صديقك. تعال بقى كده نشوف ازاي هنحل السؤال ده. اول حاجة معانا يا اولاد اللي هي to، بكتب جنب to الايميل بتاع صديقي، فهشوف فين الايميل بتاع صديقي وهكتبه جنب ايه to، اللي هو بيقول adil@student.com، يبقى ده اللي هيتكتب هنا. بعد او جنب from اللي هي معناها من، بنكتب جنبها الايميل بتاع الشخص الراسل اللي هو باعت الايميل، واللي هو هيكون بتاع مجدي اللي انا هكون بمثله اللي هو مجدي@student.com. نيجي بعد كده على السبجكت. السبجكت دي الموضوع بتاع الايميل، بتجيبها منين يا مستر الموضوع ده؟ بتجيبه من بعد كلمة about في السطر الاول، بتيجي من بعد about لو عندك your بتحولها الى my، ولو عندك you بتحولها الى I. فاحنا عندنا يورا هيت هحولها الى الضمير ايه؟ الى صفة الملكية my، وبعد كده هنقل لاخر الجملة، وبالتالي الموضوع اولاد هيبقى my favorite sandwich، يعني السندوتش المفضل بتاعي. نيجي بعد كده على اول سطر اللي هو السطر اللي بيكون ناقص ده، هنكتب عليه كلمة dear يعني عزيزي او عزيزتي، وبعدها اسم صديقي اللي هو عادل، يبقى dear عادل صديقي عادل. المقدمة بتاعتنا اللي حافظينها وهنكتبها في اي ايميل اللي بتقول how are you and your family، يعني كيف حالك وحال اسرتك. نيجي بقى بعد كده لجمل الايميل. طبعا هو بيقول لي هنا اكتب عن السندوتش المفضل بتاعك، فانا هقول له بقى يا سيدي ايه، yesterday امبارح I went to a restaurant، امبارح انا ذهبت الى مطعم، it's near my house، وبعرفه ان المطعم ده بالقرب من منزلي، I went there with my sister، بعرفه كمان ان انا ذهبت لهناك مع اختي، we had a sandwich، تناولنا ايه سندوتش. بعد كده بعرفه بقى السندوتش المفضل بتاعي بيكون بطعم ايه، فانا بقول له ايه my favorite sandwich is a beef burger، يبقى السندوتش المفضل بتاعي هو البيف برجر. بعد كده بقول له my sister likes cheese sandwich، اختي كمان بتحب سندوتش الايه الجبنه. وبعد كده بعرفه ان احنا كنا سعداء، we were happy، we it was a nice day، كان يوما لطيفا. الجملتين ديت كمان اللي هي we were happy و it was a nice day ممكن تستخدمهم كجملتين بتختم بيهم الايميل بتاعك او الباراجراف بتاعك، بالذات لو انت كنت ذهبت الى مكان او حاجه. وفي الاخر كده بتكتب الجملة الخاتمة اللي هي بتقول see you soon، يعني اراك ايه قريبا او اراك لاحقا، وبعدها بتكتب yours يعني عزيزك او المفضل لك، او تكتب your friend، يبقى قدامك حل من اتنين، يا اما yours اللي فيها الاس وبعدها القمة، يا اما تقول your friend، وبعد كده بتكتب اسمك انت اللي هو بيكون قاله لك فوق، بيقول لك your name is مجدي، يبقى هكتب اسم مجدي ايه تحت. تعالى بقى مع بعض دلوقتي الحين question number 7 اللي هو السؤال السابع اللي هو بيكون بعنوان rearrange the following words to make correct sentences، هرتب الجمل الاتية. اول حاجة معانا عاوزنا اكون سؤال بادئ بايه؟ بادئ بون. تعالى كده نشوف ترتيب السؤال الطبيعي، هنبدأ بون سواء كان بادئ بون او what او where، وبعد when هنستخدم الفعل المساعد معانا اللي هو did، يبقى when did. بعد did يا اولاد دايما بستخدم الفاعل او السبجكت، الفاعل معانا هنا اللي هو اسم الشخص ايه اللي هو اسمه جون، كان ممكن يبقى she او he او you او they، هو ده الفاعل، فانا هستخدم اسم الشخص هنا اللي هو جون. بعد جون بستخدم الفعل في صيغه الايه؟ في صيغه المصدر معانا، والفعل في صيغه المصدر معانا هنا اللي هو invent اللي هو يخترع، يبقى هو عاوز يقول اصلا متى اخترع جون الساندوتش، يبقى when did John invent. invent ايه بقى؟ متبقي لك كلمتين اللي هي the والساندوتش، يبقى the sandwich. يبقى السؤال تاني when did John invent the sandwich، متى اخترع ايه جون الساندوتش. number 2 هنا بيقول لي هتبدا جملتك ب people، وبعد people معانا بقى on و walk يمشي و pavement الرصيف و the وبعد كده should اللي هي يجب، يبقى معنى كده عاوز يقول لي ان الناس يجب ان يمشوا على الرصيف المشاة، يبقى هنقول ايه people should الناس يجب. يجب ايه بقى؟ should ديت يا اولاد بيجي بعدها الفعل في صيغة المصدر، يبقى هنقول people should walk walk on the pavement. تاني people should walk on the pavement. اخر سؤال بقى معانا النهارده اللي هو نمبر 8 سؤال البنكتويشن. تعالى كده نشوف ايه الحاجتين اللي هنغيرهم في كل جمله.
في نمبر 1 هنا بيقول I visited Aswan last year. هتلاحظ هنا ان هو بادئ جملتك بحرف كابيتال عادي وبعد كده visited ده فعلا مفيهوش حاجه، يبقى احنا هنغير اسم البلد اللي هي اسوان، هنخليها بدل ما هو حاطط لي الاي سمول كده هنخلي الاي تكون اي كابيتال، وبعد كده هنشيل السلاش ديت ونحط فول ستوب عشان ديت طبعا ايه اجابه او جمله. نيجي بعد كده نمبر 2 بادئ لي الجمله بحرف سمول، لا يبقى انا هحول الاي السمول اللي في ايس كريم ديت احولها الى كابيتال، وبعد كده هشيل السلاش واحط ايه برضو فول ستوب لان ديت برضو ايه جمله مش سؤال. وبكده نكون وصلنا الى نهايه فيديو النهارده. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب في القناه لو انت بتشاهدنا لاول مره، ولو محتاج اي فيديو شرح لباقي الوحده او باقي دروس الوحده الاولى هتلاقيني سايب لك كل اللينكات بتاع الفيديوهات اللي شرحت فيها الوحده الاولى كلها اسفل الفيديو. وما تنساش كمان لو عندك اي استفسار تسيب بيه اي كومنت تحت الفيديو وان شاء الله هرد عليك على طول بالاجابه اللي انت محتاجها. واستنانا في قادم الفيديوهات القادمه واللي هنشرح فيها يونت 2، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.